A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم. نبدأ درسنا الجديد لهذا اليوم English Alphabet. كما تتذكرون بدأنا بتعلم أحرف اللغة الإنجليزية English Alphabet Letters and Sound، الأبجدية الإنجليزية، الحروف وأصواتها. And in each video we focused on 6 letters only. وفي كل فيديو كنا نركز على تعلم 6 أحرف. But in this video we are going to do 8 letters. لكن في هذا الفيديو تبقى معنا 8 أحرف من الأبجدية الإنجليزية، وسوف نقوم بتعلمها في هذا الفيديو جميعا. So in this video, we are going to learn letters from S to Z. ولهذا في هذا الفيديو فإننا سوف نقوم بتعلم الأحرف من الحرف S إلى الحرف Z. So, the targeted skill is by the end of this video, we are going to read the letters from S to Z and their sounds. المهارة المستهدفة في هذا الفيديو أعزائي الطلاب هي قراءة الحروف من الحرف S إلى الحرف Z وتعلم أصواتها. But as usual dear students, let's read the whole alphabet all together. ولكن كالعادة أعزائي الطلاب دعونا نقرأ الحروف كاملة معا. After me. وأود منكم أن تكرروا وترددوا من بعدي. So, let's do it. دعونا نقوم بذلك. A. ردد من بعدي لو سمحت عزيزي الطالب. A. B. Excellent. C. D. Very good. E, F, F, G, G. أحسنتم بارك الله بكم. H, H, I. Excellent. J, J, K, K, L, L, M, N, O, P, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, W. أحسنت عزيزي الطالب، تابع معي جزاك الله خير. X, X, Y. Excellent.
Z. Z. Or you can say Z. Z. أو يمكنك عزيز الطالب أن تقول Z. كلاهما صحيح. Z or Z. So repeat after me. Z. شكرا لكم. جزاكم الله خير. You've done great job. قمتم بعمل رائع. And now we will do the letters that we are going to learn today. والآن سوف نتعلم الأحرف. أحرف هذا اليوم. And they are, وهذه الأحرف هي S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I will read the name of the letters and I want you to concentrate. والآن سوف أقوم بقراءة أسماء هذه الأحرف بعناية وأرجو منكم التركيز والاهتمام. S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, ويمكن أن تلفظوه Z, Z. Thank you very much for your listening. شكرا على استماعكم وانتباهكم. Now I would like you to repeat after me. والآن أريد منكم أعزائي الطلاب أن تكرروا من بعدي أسماء الأحرف. So let's do it. دعونا نقوم بذلك. S. Repeat. كرر. S. Thank you very much. T. T. U. U. أحسنتم. V. كرر من بعدي. V. شكرا لك عزيز الطالب. W. W. X. Y. كرر من بعدي. Y. Z. Z. أحسنتم. شكرا لكم. جزاكم الله خير. كنتم رائعين. And now dear students, let's learn the sounds of the letters. والآن دعونا نتعلم أصوات هذه الأحرف. تعلمنا أسماءها والآن دعونا نتعلم أصواتها. Please concentrate and listen carefully. لو سمحتم أرجوكم أن تكرر أن تنتبهوا وتصغوا باهتمام. S صوته S S S. T صوته T T. U صوته A A. V صوته Z Z. W صوته W W. X صوته X X. Y صوته Y Y. Z صوته Z Z. شكرا لانتباهك. Now I would like you to repeat after me the sounds of the letters. والآن أود منكم أن تكرروا من بعدي أصوات الأحرف. Let's do it. لنبدأ. S. كرر من بعدي صوت الحرف. S. S. T. T. كرر من بعدي. Repeat. A. شكرا لكم. Z. كرر. Z. و. و.
كرر. كس. يا. يا. ز. ز. كرر. ز. شكرا لكم، جزاكم الله خير. You were such great students. كنتم طلابا رائعين. أعزائي الطلاب، الآن انتهى درسنا لهذا اليوم. تعلمنا أسماء وأصوات هذه الأحرف S, T, U, V, W, X, Y, and Z. شكرا لكم وجزاكم الله خير على حسن الانتباه والاهتمام. ما عليكم أعزائي الطلاب إلا أن تعيدوا مشاهدة هذا الفيديو وتكرار ما جاء فيه. جزاكم الله خير، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.